الرادار. صباح النور، صباح الفل، أمل هاني. صباح النور، صباح الورد لبنى، ان شاء الله بدايه ان شاء الله نهار زين للناس الكل. اذا اليوم باش نحكيوا على قطاع الصناعات التقليديه ونحكيوا على خبير ينجم يكون ايجابي، نحكيوا على تطور صادرات الصناعات التقليديه بنسبه 20%، نحكيوا على صادرات القطاع هذا تقريبا ب 180 دينار مليون دينار العام هذا، بعد ما كانت لبنى 150 مليون دينار العام الماضي. لاكثر التفاصيل باش يدخل معانا الرئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية سي صالح عمامو لأكثر التفاصيل. صباح النور سي صالح. سي صالح صباح النور. مرحبا 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 بكم، كيف مستمعي راديو بلادنا؟ جزيل الشكر لك على قبولك تفاعلك معانا. إذا سي صالح، اليوم صادرات الصناعات التقليدية في تونس، أهم الأرقام وأهم المؤشرات. والله الأرقام الرسمية اللي خارجة بتقول لك تطور بنسبة 20% على أنا شنو الريبير على 2019 مش نحكيو عليه. سنة ما جايه. نحب نقارنوا حقيقة قطاع الصناعة التقليدية وصادراته قداش كان يفضل. نرجعوا ما قبل الثورة، لأنه عنده ارتباط القطاع هذا ارتباط وثيق برشا بالقطاع السياحي، و 90% من المنتوج التقليدي كان يروج في السوق السياحية، ونعتبر تصدير غير مباشر، يعني يقتني السياح ويهزوا معاه، والأرقام هذيك للأسف ماهيش محايلة وماهيش سياحة، لكن تقريبا قبل الثورة كانت معناتها أرقام توصل الى حدود معناتها 100 مليون دينار. الان معناتها بالنسبه بعد معناتها الثوره وبعد الضربات الارهابيه اللي صارت في 2015 على وضرت منهم السياحه، كان اول متضرر هو قطاع الصناعه التقليديه. هذا مما خلينا احنا كجامعه وطنيه للصناعه التقليديه السنوات الاخيره معناتها خاصه بعد الكوفيد، قبل الكوفيد بعام وبعد رجعنا بعد الكوفيد، ان نركزوا على تنظيم عديد المعارض بالخارج. قلنا ما جاوناش هما، على الاقل احنا نمشيو له، وسنة توا خاصه الوقت هذا بالذات احنا بصدد اللمسات الاخيره لتحضير اكبر مشاركه تونسيه مش في الصناعه التقليديه فقط، اما على كافه المستويات في الخارج. يعني المره دي تونس عندنا بافيون باكثر من 1000 متر مربع في اكبر معرض للصناعه التقليديه في العالم اللي هو الارتيجان فيير، باش يكون من نهار 2 لنهار 10 ديسمبر 2023، وتونس هي ضيف شرف، ومعناتها سوف يقع تدشين دورة 27 للمعرض العالمي هذايا من طرف وزير السياحة التونسي من انطلاقا من البافيون تاع تونس، يعني باش تكون برشا أضواء مسلطة على المشاركة التونسية اللي بقدرة الله باش تكون متميزة جدا. سي صالح، نظرا للاضواء، سي صالح الاضواء باش تكون مسلطه على مشاركه تونس، شنو هو المنتوجات التقليديه اللي باش تعرض في الصالون هذا؟ عديد المنتوجات، على سبيل الذكر للحصر النسيج، الزربيه، الفخار، السيراميك، الفخار معناتها الخزف الفني والفخار التقليدي زوز، خشب الزيتون، المنتوجات من الحلي، عديد عديد عديد، باللور معناتها الموزايك دوفير، الموزايك العادي، معناتها معظم المنتوجات التقليديه التونسيه ان شاء الله. الذي أهم فيك سي صالح. إذن سي صالح، في خضم التظاهرات وإلا ربما المشاركة هذه مشاركة تونسية في هذا البرنامج، شني كان ثم رؤية لتطوير الصادرات التونسية وإلا برنامج شامل، شنو بالضبط؟ نقول لك أخي، احنا الصناعة التقليدية معناتها تقاليد متاع التصدير متاعها كانت مرتبطة بالسوق السياحية، يعني الحرفيين تخدم وتهبط للتبيع للتجار اللي متواجدين في المناطق السياحيه، هذيك هي السوق الاساسيه. التصدير المباشر موجود مش موجود، لكن بنسبه ضعيفه بارابور للتصدير غير المباشر. رب زاره النافع تو قاعدين نشجعوا في برشا عباد. نعطيك مثلا احنا زي الارتيجان الفير الاثنين شاركوا فيه باكثر من 1000 متر، كي بدينا نشاركوا فيه سنه 2014 بدينا ب 36 متر. زاد كيف طورنا عديد المشاركات، مثلا عندنا عديد المشاركات على معارض فرنسا، مثلا فور دو باري اللي هو يجي في مرتبه ثانيه ويزوروه تقريبا 400,000 زائر، ويعتبر من المعارض الكبيره جدا في العالم، معناتها السنه باش يكون عيد ميلاده ال 120 عام 2024.
مشاركتنا زاد باش تكون فيه بين 260 وال 350 متر مربع، مازلنا نحدوا في المساحه. وبديناه في السنوات الفارطه ب 48 متر فقط، معناتها قاعدين نطوروا في المشاركات نتاعنا ونعدوا على مارسيليا، على ستراسبور، على بوردو، معناتها ولينا عندنا برنامج كامل كجامعة وطنية للصناعة التقليدية لتحفيز الحرفيين. وديما نشاركوا معنا الديوان الوطني للصناعة التقليدية اللي علاش ديوان؟ ديوان باش يحتضن اك الحرفيين اللي مازال كيما نقولوا عظمه تري، يمشي سيبفونسيوني من عند الدوله، مش بلاش بالكل، لما يدفع نسبه والدوله تكمل عليه نسبه باش يرى التجربه ويحتك بالناس اللي سبقوه في المعارض هذه ويشوف التجارب الاخرى ويشوف البرودوي نتاعو يتستيه معناتها من مباشره مع الحريف الاجنبي، فهمتني؟ هذا العمليه هذه خلتنا طورنا الحمد لله، ساهمنا في تطوير عديد المنتوجات وفي تطوير عديد الحرفيين اللي ما تفهمش معناتها سوق وفهم شنو متطلبات السوق وكيفاش يخوض غمار التصدير وشنو كيفاش يحضر باليتو كيفاش يحضر ستونتير كيفاش يحضر سلته وكيفاش يحسن سلته ويقارن سلته من لون. ما نكذبش عليك، كنا كيف نشاركوا نبداو متخوفين من ان نكونوا قراب بحذا المغاربه ولا بحذا الهنود ولا أكد لك وصدقني معناتها السنين الأخيرة هذه ولو هما يخافوا منا. أثبتنا رواحنا المنتوج التقليدي التونسي عليه طلب وطلب كبير ومنافس غيره من المنتوجات العالمية، والحمد لله ولينا ما عادش تقلقنا المنافسة جملة، فهمتني؟ ما يجيب مكاننا بحذا الصين، بحذا الهند، بحذا المغرب، لا والله ولو هما اللي اوكي معناتها واحنا نحكيو على البلدان. واضح السي صالح، واحنا نحكيو على البلدان هذه كل، هل وقع فتح اسواق جديده والا شنو ربما اخر الاسواق اللي وقع تم فتحها في هذا الاطار؟ احنا تو كيما قلت لك بدينا بشوي بشوي ولا عندنا برنامج سنوي كل مره ندعموه اكثر. عندنا ان شاء الله في 2024 باش نمشيو نشاركوا اول مره في معرض كبير برشا في لندن اسمه ايديال هوم شو، يدوم 17 يوم، هذا باش تكون لنا فيه ان شاء الله اول تجربه. عندنا كيف كيف باش قاعدين في اتصال مباشر مع القريه العالميه في دبي وقاعدين نسقوا معاهم وقاعدين نشوفوا معناتها باش نحاولوا نحضروا برنامج مشاركتنا في 2024. خاطر السوق زاد الخليجيه سوق مهمه جدا لابد من اقتحامها ولابد من نتواجدوا فيها، لكنها مقرفه جدا، لازم نلقاو طرق ساعات تجابك حاجات كما في القريه العالميه، لازم امكانيات الدوله باش تنجم، لانها يعني مرتكزه على كل دوله تاخذ بافيون كبير وتبنيه وفما مصروف كبير برشا. شنو قاعدين نشوفوا احنا في حلول كيف كيف السوق الاسيويه، عندنا ماده معروفه برشا في تونس ومطلوبه جدا في الصين وجربناها في بعض التظاهرات اللي شاركنا بها في الصين اللي هو المرجان، وعنده رواج كبير برشا المرجان في الصين. يلزمنا نزيلوا العقبات ونفرزوا البرودوي نتاعنا علاش واضح. واحنا نحكيو على عقبات سي صالح، على اساس انه مرجان ايطالي. سي صالح سامحني على المقاطعه لضغط الوقت، لو احنا نحكيو على الامكانيات، مازال كمان مازال المنتوج التونسي غالي شويه على المواطن التونسي في حد ذاته، شنو رايك في هذا؟ المنتوج التونسي السي المال يكون غالي مدام علاش؟ هذه منتوجات راهي يدويه مش من منتوجات صناعيه. منتوج يدوي راهو فاكتور طون، فاكتور طون مكلف، الوقت مكلف. معناتها كي انت تشد ضربيه تقعد فيها حرفيه تقعد فيها شهر كامل ماشي باش تتباع ب 50,000 ب 100,000 سينورمال باش تلقاها سوقها غالي. هذاك علاش الناس ترى، وهذا علاش قبل صناعاتنا التقليديه كانت تستوعبها السوق الداخليه، لكن باهتراء المقدره الشرائيه للتونسي وغلاء بعض المواد الاوليه وارتفاع زاد كيف كيف اجره الناس لازم تخلص العباد. كما قلت لك المنتوج التقليدي تكلفته من 50 ل 70% اللي عامله. واضح. شكرا ليك سي صالح عمام، وكنت معنا رئيس الجامعه الوطنيه للصناعات التقليديه على كل هذه المعلومات والتوضيحات. اذا لبنى كما كنا نسمع
وقع فتح العديد من الأسواق والعمل على فتح المزيد. كنا نحكي على أسواق آسيوية، أسواق خليجية، شفنا اللي عنا منتوج تونسي كما المرجان وغيره قاعد ينافس في البرة في العديد من الأسواق. ننتظر إذن التظاهرات والبرامج المنظمة في شهر ديسمبر، وأكيد باش نقعدوا ديما على تواصل، نقعدوا ديما في الوقت لمزيد من المعلومات في لتطوير ولا ربما ل توضيح أهم المؤشرات في المجال هذا. مشكورة جدا أمل هاني. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس FM. مواصلين معاكم في الشارع التونسي حتى ال11، تابعونا ما تبعدوش. إكسبريس FM، لو ديكودور دو